واحد من ناشئي النادي الأهلي وأحد حراس المرمى الذين أثبتوا جدارتهم خلال مشوارهم مع القلعة الحمراء مصطفى كمال. خاض اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي وعمره لا يتعدى 8 سنوات، وبعد اجتيازه الاختبارات بدأ رحلته مع كرة القدم في قطاع الناشئين وتدرج حتى وصل عامه 16. تم تصعيده للفريق الأول وهو في هذه السن الصغيرة في ظل وجود 3 من عمالقة حراسة المرمى في النادي الأهلي وقتها، هم الراحل ثابت البطل وأحمد شوبير وإيهاب جلال. ظل مصطفى كمال يدافع عن قميص النادي الأهلي 17 عاما وأحرز خلالها حوالي 14 بطولة متنوعة، كما خاض مع الأهلي 27 مباراة بداية من موسم 1993 وحتى نهاية موسم 2000 الذي رحل بعد نهايته عن القلعة الحمراء لينضم للقناة لموسمين من عام 2000 وحتى عام 2002 ويحقق معه المركز 5 بالدوري، كما قاد الفريق في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر أمام الأهلي عام 2001، لكن القناة وقتها ودع البطولة أمام المارد الأحمر. كما لعب مصطفى كمال لنادي جولدي لموسم واحد ثم انتقل لصفوف إمبي لمدة 5 مواسم كاملة ثم إلى نادي بترول أسيوط، وانتقل للإنتاج الحربي لموسم واحد، وأخيرا انضم لفريق مصر للمقصة الذي وجد فيه راحته واستقراره لمدة 5 مواسم بداية من عام 2010 وحتى عام 2015. بعدها أعلن مصطفى كمال اعتزاله ممارسة كرة القدم وعمره 43 عاما، حيث شارك في مسابقة الدوري الممتاز في 156 مباراة مع جميع الأندية التي انضم إليها، وتألق خلالها بكل جدية وإصرار معلنا أنه كان جديرا بحراسة عارين مرماها. عقب اعتزاله عمل مصطفى كمال في إدارة شؤون اللاعبين بفريق مصر مقصة قبل أن يتجه لمجال التدريب ليعمل مدربا للحراس تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال. ويعتبر مصطفى كمال أن الفترة التي قضاها حارسا لعارين مرمى النادي الأهلي هي من أفضل فترات حياته الكروية ولن ينساها أبدا، ويكفي أنها محفورة في تاريخه الكروي. الكرة حلوة وبرافو مصطفى، برافو مصطفى كمال، فرصة كبيرة أوي. إنه مصطفى كمال حارس مرمى الأهلي السابق. الكرة حلوة وبرافو مصطفى، برافو مصطفى كمال، فرصة كبيرة أوي.